الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية شرخ المرآة الزجاجي في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. في حال رأى الرجل المتزوج شرخ المرآة الزجاجي في المنام، يكون ذلك والله أعلم إشارة إلى عدم شعور الرجل بالثقة في نفسه والله أعلم. عندما ترى المرأة المتزوجة شرخ المرآة الزجاجي في المنام، يدل ذلك على تعرضها بفقدان الثقة في ذاتها والله أعلم. كما إذا رأت الفتاة العزباء شرخ مرآة الزجاجي في المنام والله أعلم، يكون دليل على عدم الشعور بالثقة والتعرض للجروح والله أعلم. كذلك يمكن والله أعلم أن يشير إلى العلاقة العاطفية السلبية والتي تسبب لها الحزن والضيق والله أعلم. في حال رأى الحالم أنه يقوم بكنس الزجاج في المنام، يكون ذلك والله أعلم إشارة إلى محاولة التخلص من المشاكل، حيث أنه في حال رأت المرأة المتزوجة كنس الزجاج في المنام، يكون ذلك والله أعلم دليل على رغبتها في التخلص من المتاعب في حياتها. كما أنه يشير للمرأة الحامل في المنام إلى الرغبة في حل وترتيب الأمور، كذلك يشير كنس الزجاج في المنام للفتاة العزباء إلى الرغبة في محو الذكريات المؤلمة من حياتها والله أعلم. إذا رأى الحالم بيت من زجاج في المنام، يكون ذلك والله أعلم إشارة أن حياته غير محصنة والله أعلى وأعلم، حيث يمكن أن يكون في ذلك علامة على ضرورة تحصين البيت ورعايته من الشخص الحالم والله أعلم. كما أنه في حال رأت الفتاة العزباء بيتها من الزجاج في المنام، يدل ذلك على حياتها المكشوفة والله أعلم. عندما ترى المرأة المتزوجة بيت من زجاج، يدل ذلك على تعرض بيتها للخطر والله أعلم. أشار علماء التفسير إلى أن أكل الزجاج في المنام يحمل دلالات غير صارة للحالم، حيث إذا رأت الفتاة العزباء أكل الزجاج في المنام، يكون في ذلك والله أعلم ربما تكون إشارة إلى المشاكل والمتاعب التي يعاني منها صاحب الرؤيا والله أعلم. في حال رأت المرأة الحامل أكل الزجاج في المنام، يشير ذلك لبعض المشاكل التي تواجهها في شهور الحمل والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.